السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أصدقاء مدونة بروجيك، معكم محمود الأدهم من المدونة. بإذن الله سأقوم بشرح درس بسيط هو كيفية التحميل من الفيسبوك بدون برامج. سبق وأن قام صديق محمد الطرهوني بعمل فيديو بسيط لكيفية التحميل من الفيسبوك بدون برامج عن طريق موقع. بإذن الله اليوم طريقة أسهل بكثير من الطريقة السابقة، فقط ما عليكم إلا أن تتابعوا الدرس. نبدأ بسم الله. كل ما هو علينا التوجه لأي مقطع فيديو على الفيسبوك. نلاحظ تشغيل الفيديو. إن لم تظهر لي علامة داونلود مانجر، علامة برنامج التحميل، ولا يوجد أي برنامج تحميل، كيف سأقوم بتحميل الفيديو؟ طريقة سهلة وبسيطة، كل ما هو علي التوجه إلى الرابط والدخول إلى الفيسبوك كتسجيل دخول من الهاتف المحمول من خلال كتابة m.facebook.com وانتر، ومن ثم تشغيل الفيديو وضغط كليك يمين من زر الفأرة، ومن ثم حفظ مقطع الفيديو باسم وسيف. سأقوم الفيديو بالتحميل. هذه هي الطريقة، أتمنى أن تكونوا استمتعتم بها ويعطيكم العافية.